راه سميت فلوس ما عرفتهاش صافي كنخليها على اساس ما عرفتش راه شي حاجه صعيبه ولكن راه هي راه شي حاجه سهله. المهم ناخذوا اكزامبل ديال ايراسموس ديال عبد الملك السعدي ونعطيو اكزامبل بهذه ديال بولون ونقول لك كاع الوثائق اللي تحتاج دوا. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه باش ما تمنيتوا ان شاء الله. بون الفيديو ديال اليوم هو ندوي على لا بورس ايراسموس انني كيفاش لقى لي زوبورتونيتي. اول حاجه اللي كنت ناوي ندفع الايراسموس هاد على ودي السيمستر الجاي لبولندا غير بقات الاخر ديال الفيديو حيت كاين واحد لافورماسيون غادي نفعك بزاف. غادي نقول لك انت غادي يبداو الدفع حاش دويت مع الاوفيس ديال ايراسموس سولتهم على امتى بداو الدفع هادشي كامل على قبلكم حيت اصلا انا مكنتش ندفع باقي وقالوا لي امتى عطوني لا دات بالضبط. غنخلي لكم الليان نخلي لكم لا دات في الاخر الفيديو كلشي نمشيو ايطاب باي ايطاب داكشي اللي هاش خليت انا حتى الاخر الفيديو. واحد من بين الاسئله اللي فريمون كيوصلوني بزاف راه كنجاوب ديال اصلا عليهم بريفي هو كيفاش نقد لقى لا بورس ايراسموس. هاد لوبورتونيتي ديال ايراسموس كيفاش نقد لقى كدوينا على ايراسموس وندفع وداكشي ولكن كيفاش نقد لقى هنا اللي خاص بعدا تعرف اشنا هي ايراسموس ندوي على اشنا هي ايراسموس. اتعجبك مي تعرف بلي ايراسموس فولي فاندد يعني مموله بالكامل يعني انت تخلصوا لي من جيبك تخلص الطياره في الاول غادي ترجع غادي تجي غادي يردوا عليك كنعطيك منحه شهريا كافيك الحوايج الاساسيه والثانويه. الاساسيه كندوي على الماكله والسكنه والثانويه كندوي على السفر السفر كندوي على تشري حوايج. علاش كندوي على السفر كنحكر عليه حيت ملي كتدخل تبدا القراره كيقول لك لي بروف انك اون فوا بغيت تغيب ولا على ودي انك تسافر ولا علمهم ما عندهمش داك الاشكال حيت كيقول لك انت كوتيديون ديال ايراسموس دونك ما عندهمش هذا الاشكال هذا انك بغيت تغيب ما تغيبش بزاف ما تكثرش. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم ايراسموس ما فيهاش غير لي بورس ديال اكستشينج ديال الطلبه فيها دي بورس اخرين الا بغيتي تكمل ماستر الا بغيتي تبدا تحضر للمؤتمرات والمهم كيكونوا فولي فاند. ها هو كتختلف بورس على بورس كاين اللي كيخلصوا فيها مزيان كاين اللي كيخلصوا فيها شويه. المهم الاغلبيه هما كيبغيو بعدا يسدوا دوك الاحتياجات الاساسيه كيحاولوا يسدوهم لك بديك الاول. ولكن انا اللي جيت ندوي عليه اولا اللي مجربه هو بورس ايراسموس ديال اكستشينج ديال لي ستوديون. كيفاش اكستشينج ديال لي ستوديون نعطيو مثال لا فاكولتي ديال عبد الملك السعدي. لا فاكولتي ديال عبد الملك السعدي اللي عارفه راه كاينه في الشمال في المغرب مع لا فاكولتي ديال بوليتكنيك اللي كاينه في بولندا. هادو دايرين واحد الشراكه بيناتهم اولا دايرين واحد الاتفاقيه بيناتهم كل عام اولا كل سيمستر هادي عبد الملك السعدي كتصيفط لي ستوديون ديالها للبوليتكنيكا مره كتصيفط 5 مره 3 مره 2 على حساب السيمستر. هنا هاد لا غولاسيون اللي بيناتهم وين وين يعني ربح كلا الطرفين ربح وانت كاتيديون انت ربح انت كتشد لا بورس ديالك وهادو كيصيفطوا ستوديون ديالهم كيتفورما مزيان هادو كيستقلوا واحد ستوديون اللي يبينوا لي واحد الفرصه ديال انه يجي يكمل القرايه عندهم من بعد. المهم هاد لا غولاسيون داخله فيها بثلاثه يعني داخل فيها لي تيديون وجوج ديال لي فاكولتي كاملهم رابحين كاملهم مزيان. دابا هنا خاص تعرف واش فريمون بعدا لا فاك ديالك دايره شي اتفاقيه مع شي فاك في اوروب ماشي ضروري بولندا كاين فرنسا كاين اسباني كاين بزاف الصراحه تقدر تجيك شي حاجه احسن كاع من بولندا. تقدر تبغي انت تمشي لفرنسا تقدر تمشي لاسبانيا تقدر تمشي للجرماني المهم على حسب انت ولافاك ديالك شنو دايره. هنا كيفاش غادي نعرف واش لافاك ديالي دايره شي شراكه ولا لا شي اتفاقيه مع شي يونيفرسيتي في اوروب ولا لا. اول حاجه اللي تقدر دير انك تقدر تمشي تسولهم في الاداره هذه اول حاجه زعما يا بغيتي ديرها ما فيك اللي يقلب. تاني حاجه اللي كنصح بها قلب بقشش ادخل السيت ديالهم غادي تمشي لواحد الكاس سميتها ايراسموس بلس ديما السيت كيديروا عليها كاس بوحدها باش تعرف الاهميه ديالها كيديروها ولكن حنا صراحه ما كنتسوقوش ليها. ايراسموس بلس شنو هي ايراسموس بلس ما عرفتهاش صافي ما كنتسوقش ليها هذا هو المشكل اللي طار لينا ولكن كان زعما كنت كنعاني منه. ايراسموس بلس ما عرفتهاش صافي كنخليها على اساس ما عرفتش راه شي حاجه صعيبه ولكن راه هي راه شي حاجه سهله. المهم ناخذوا اكزامبل ديال ايراسموس ديال عبد الملك السعدي ونعطيو اكزامبل بهذه ديال بولوني ونقول لك كاع الوثائق اللي تحتاج دو ا زد. المهم حنا دابا كما كتشوفوا السيت ديال
لونيفرسيتي عبد الملك السعيد فوال جامعة عبد الملك السعيد، حنا ندخلوك نقلبو على إيراسميس فوال، كيما تشوف الدرابو ديال الاتحاد الأوروبي راه تلقى إيراسميس. واش حنا كاباسيتي بلدين ولا موبيليتي؟ ندخلو الموبيليتي، حيت الموبيليتي هي اللي كتهمنا. هنا فوالا فوالا شكون هاد كونتاكتي، داكشي اللي خاصك. المهم هادشي كامل اللي فوقاني ما نحتاج فيه حتى حاجة، هادو هما لي بوكس اللي كاينين. انت كتشوف مع راسك شنو هما لي بوكس. اول حاجة خاص تشوفها اصلا هي الديري، الديري ما مناسبكش، شي داز شي داز كامل شي داز، يعني هذا الديري ديال التفيع ماشي الديري فاش هتمشي، يعني الديري ديال التفيع. ندخلو لشي حاجة ناخدو ديال بولندا. امتى كانت ديال بولندا؟ كانت في شهر 11 جو بونس. فوالا انا ديال بولندا فور اكزامبل هزو واحد، هي اليونيفرسيتي هنا ماشي 5 شهور، من 4 شهور و 8 ايام، هما كيحطوا 5 شهور. هنا كتشوف لي بيسا فورنيغ لي كونديسيون. اول كونديسيون عافاكم نشوفوها هي واش فريمون انت عندك لا لونغ ولا لا. الا ما عندكش السيرتيفيكا راه يمكن تجيبهم في لي سيت راه كيتقبلوا، سمعت بلي كيتقبلوا، دونك ماشي ضروري تمشي للسونتر امريكان وتخلص على سيرتيفيكا ولا ما عرفتش شنو. سي في سي في ما قد عادي، ما داش الطيرو ولا شي حاجه. هنا ما سمحوش لينا بالستاج. اتيستاسيون دانسكريبسيون راه كتاخدها في ليكول ديالك، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كوريسبوندونس هذا هو المشكل، هذا ندوي عليه من بعد. هذا عند كوريسبوندونس و ليرنينغ اغريمنت نديرو عليه كيفاش كيتعمر. نعطيكم اكزومبل فيه، يقدر تلقى اليونيفرسيتي ديالك اصلا عندها كوريسبوندونس اذا كانوا بزاف مشاو، مثلا اذا كانوا بزاف مشاو لبولوني باغ اكزومبل، حنا ناخذ بولوني كتكون عندهم لي موديل خاص تقرا. انا باغ اكزومبل في هذه الحاله ديال هذا العام هذا كان حتى شي واحد عمرو مشى خرج السيمستر الثاني، الو كان عليا انا اللي نختار لي موديل اللي باغي نقرا ونمشي ناخذ لاكسبتاسيون واش من عند الكورديناتور واش قبل ليا ولا ما قبلش ليا. المهم كان شويه القضيه مرونه، مي الا كانوا ديجا الناس مشاو وكانوا زعما تقدر تكونتاكتي الناس اللي ديجا مشاو ويعطيو ليك الكوريسبوندونس وتمشي عند الكورديناتور يكاشي عليك، ولا كتمشي عند الكورديناتور ديريكت كتقول ليه عافاك عطيني الكوريسبوندونس ديال الناس القدام وكيعطيها لك صافي، ما كيكون مشكله والو. حاجه علاش ندوي لتر دو موتيفاسيون، لتر دو موتيفاسيون ايفيتيو جوجل، ايفيتيو بزاف، ايفيتيو بزاف كيديروها وكي ما كيمشيوش. هنا دير ستوري تيلينغ صافي وبدا شي حاجه من عندك، قول داكشي اللي خاصو باش تقنع بلا محايل، تقنع بلا علاش انت اللي اختاروك ماشي الاخر. راه غالبا ما كيكونش بزاف ديال لي كونديدا، حيت قليل اللي كيكون عارف بيها، ولا كتلقى بلا ما عندوش باسبور ولا ما عندوش لا لونغ. المهم بزاف كيتغرب، يعني انت غالبا كتكون كومبيتيسيون بينكم شي 10 مره انتم ماشي 4 على حساب. ايفيتي جوجل حيت باينه ملي كتهز شي حاجه من جوجل. دابا هنا بعد ما شفت لي كونديسيون وبانوا لي كو هاد لو كونديسيون كاينين فيا انا، مثلا عندي مثلا بي ان، عندي باسبور صافي، الاخرين قد نقادهم كاش كندخل كنمشي كنقلب على هاد اليونيفرسيتي هادي.